النادي الاهلي على الاداء والنتيجه والفوز وعلى صداره الدوري. حظ اوفر لنادي سيراميكا. سيراميكا قدوا مباراه النهارده كويسه، وكانت المباراه النهارده كابتن ايمن هناك قرارات تحكيميه كانت موجوده صعبه مهمه جدا جدا مر بيها طاقم التحكيم وايضا طاقم التحكيم الفار. لكن خلينا نتكلم في طاقم التحكيم الاول ونبتدي نتكلم في ظاهره المباراه ونتكلم في الحالات التحكيميه من خلال الصوره اللي موجود معانا بنحكي فيها بالتفصيل بكل سهوله، بنوصل المعلومه ما عندناش اي مشكله خالص من خلال الصوره الموجوده، ولكن بنقول ان امين عمر النهارده اعتقد النهارده كان لديه شخصيه لديه التوقع والتركيز في حالات كتيره جدا جدا، حاجات ايجابيه هو عملها قد نختلف معاه ولكن الاختلاف والاتفاق من خلال الصوره الموجوده معانا كابتن شريف. هنشوف طاقم التحكيم اللي موجود الاول، امين عمر حكم الدولي المتميز مع البساطي حكم مساعد رقم واحد، وهنا فتاح مساعد رقم اثنين، محمد حسن حكم دولي ايضا، على الفار كان موجود الحكم المتميز نادر قمر الدولوي، حماده الجلاوي، الاثنين كانوا موجودين على الفار. زي ما قلنا حالات تحكيميه ومثيره وصعبه، نشوف الحاله الاولى سريعا وقلنا هنمشي في الحالات واحده واحده ونشوف النهارده. هو في هدف هنا تم تسجيله من خلال لاعب النادي الاهلي، هل هنا في تسلل؟ لاعب هنا نشوف هترتد، لاعب هنا بيصلح من موقفه كابتن هنا بالظبط، هنا خيطه خلاص، هو كان في موقف تسلل ولكن لحظه التمرير عدل من موقفه ورجع، وبالتالي هنا بنشوف ان الهدف هدف سليم. الهدف الاول بنحيي عليه المساعد رقم واحد يوسف البساطي. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه يمكن هي دي اللي عندنا فيها صوره مهمه. هنا في هدف تقريبا، نشوف هنا الاول، نشوف الحاله اللي جايه ديت تاني هنقف ستوب كابتن. هنا انا عندي لاعب نادي الاهلي ودي مش هجمه ودي مش هجمه. فكره حصلت للاعب النادي الاهلي في الشوط الثاني، بتكلم على النهارده دي مش هجمه، وفي بدايه المباراه احنا في الدقيقه 8 كان يجب، ودي حاجات بترجع للاعيب ان هو يخرج الكوره بره خارج ميدان اللعب. هنا عندي لاعب ساقط، مين؟ لاعب النادي الاهلي. هنمر كده ونشوف النادي سيراميكا ابتدى ياخد الهجوم رغم ان في سقوط لاعب النادي الاهلي، وبيمرر في حاله من الحالات اللي كان ممكن يجي فيها هدف، وكانت ممكن تبقى في شويه مشاكل ما بين اللاعبين، لان هنا الكل بيبقى متوقع ان الكره تخرج لما يكون في لاعب مصاب. يلا نمر نروح للحاله اللي بعد كده، شوف حاله من الحالات المهمه جدا وفي هدف، هذه لقطه مهمه جدا جدا جدا. امين عمر لم يشير باحتساب المخالفه، تمام، هاف هنا. كابتن الفار بنقول له كابتن احمد خليك معايا، الحاله دي مهمه جدا جدا. كابتن علاء، كابتن عادل، كابتن شريف، كابتن علي، بنقول للفار ايه طبقا البروتوكول؟ لابد يكون عندك على الاقل ثلاث عناصر للكابتن نادر اللي هو كان على الفار. نمره واحد، يبقى عندك اللقطه الواضحه جدا 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 اللي على اساسها بتجيب الحكم، اللقطه الواضحه اللي تقول يا في مخالفه لمسه اليد او تقول ان الكره جت في الصدر. خلينا بس في الحاله ديت نوقفها، دي مهمه جدا. نمره اتنين، بنقول حاجه ثانيه تجيب له على الاقل اكتر من زاويه. صح، على فكره هو جاب له زاويه بس، جاب له زاويه واحده بس. ما ينفعش انا كحكم فار ما عنديش لقطه واضحه، ما عنديش اكتر من زاويه، والبوينت اوف كونتاكت مش موجود، حتى البوينت اوف كونتاكت اللي هو موجود هنا الكره تصطدم بالصدر او بالصدر ثم ترتد. حتى لو ارتداد، لو شفنا ارتداد كابتن ايمن بترتد بقوه، لو جت في الايد بتنزل، قلنا دايما لما بتيجي في الايد بتقل سرعتها. انا بقول نادر انت حكم متميز، نادر ما كان يجب عليك انك انت تستدعي الفار في هذه الحاله، لان انا شايف ان هنا هدف صحيح 100% تم الغائه عن طريق الفار. لا توجد لقطه واضحه، لا توجد زاويه اخرى، لا توجد البوينت اوف كونتاكت من حكم الفار. ده اللي احنا بنقوله كابتن شريف، من فضلك كان ممكن يبقى ده هدف المباراه الوحيد، ويمكن كان هيبقى مؤثر. ولكن ايه يا كابتن؟ ولكن انا شايف ان هنا هدف تم الغائه من الفار من وجهه نظره، والصوره اللي موجوده من خلال الصوره كابتن، انا ما بجيبش حاجه من عند كابتن علاء. حد يقول لي ان الكره جت في الايد هنا فين؟ هنا. حد يقول لي الكره جت في الايد؟ طب حد يجيب لي زاويه ثانيه غير دي؟
طب حد يقول لي فين الكرة؟ يعني انا شايف ان الهدف هنا. انا بس عايز اسال سؤال يا كابتن بعد اذنك. هو لو الحكم يعني رؤيته واضحه، يعني زي ما بنشوف في اوروبا كده وبنشوف الماتشات، شفنا الماتشات بتاعت الاولمبياد يعني. الحكم لما بتبقى زاويته واضحه ما بيرجعش لاي حد. بالظبط. يعني انا شفت الكلام ده وشفناه في الماتشات اللي اتلعبت في الاولمبياد. الحكم لما يبقى قدام الكوره وزاويته واضحه ما بيرجعش لاي حد، يا بيقول اه يا بيقول لا. ممتاز يا كابتن احمد. وانا لو هو عنده شكوك اعتقد ان هو يعني بيبقى فيه لغه ما بين ده اساس يا كابتن. لكن احنا هنا انا اسف يعني في الماتش ده انت كل كوره الحكم على ودانه مع الفار، كل أنا كوره. انا مفيش مشكله عندي ان الحكم يبقى مع الفار عشان ياكد هدف او ياكد طرد، ما عنديش مشكله. بس انا عندي مشكله في ايه يا كابتن؟ لما تجيب الحكم، انا ده الكلام اللي قلته كابتن عادل، لما تجيبني من فضلك لو سمحت تجيب لي لقطه واضحه، ما عندكش اللقطه الواضحه من فضلك سيبني اخد قراري اللي انا اخدته. انا حسبت الهدف، سيبني اخد القرار. بعد انا بقى في حاله ليا انا مش بسطاني، حكم راجع من عند الفار واخد قرار 100% ان دي لمسه يد، من اين له هذا؟ يعني ده احنا شايفينها ولا انت شايفها ولا عندك؟ عشان كده احنا بنحكي كابتن النهارده. يعني انا عايز اعرف من اين لك هذا ان انت جاي بتدي بكل ارتياحيه ان دي ضربه لمسه يد؟ السؤال دايما بطرحه كابتن شريف وبحييك. طب يا نادر انت عندك حاجه غير اللي احنا شفناها؟ هل عندك حاجه غير اللي احنا شفناها؟ اللي احنا شفناها راجل ما فيش كره لم تصطدم، كره جت تصطدم. لو انت عندك حاجه اعرض قول لنا هتهنى. وبعدين انا برضك بقول فين الزاويه الثانيه؟ صح. طب فين البوينت اوف كونتاكت؟ في حاجات كتيره جدا استفزازيه. انا شايف ان الهدف هنا هدف صحيح تم الغائه بمخالفه لمس يد، ومفيش مخالفه يعني. لمس كره. نعدي ونروح للمر للحاله اللي بعد كده. شوف بقول دايما الحكم امين عمر هنا هاف هاف ستوب، نمشي شويه تماما نشوف ستوب بس هاف هنا. انا بقول امين عمر ليه يا كابتن؟ هذه حالة من الحالات الصعبة جدا جدا، خلينا بس مع الصورة ديت اللي بيدل على شخصية الحكم، لأنك أنت بتاخد بطاقة حمراء، بتاخد المسؤولية دون اللجوء للفار. احنا قلنا الفرصة الواضحة ليها معايير كابتن أيمن وهنحكي فيها، ولكن أنا بيعجبني النهاردة أمين عمر خد القرار على نفسه والمسؤولية على نفسه أن هو لم يتردد أبدا أبدا في إشهار البطاقة الحمراء، وقرار صحيح 100%. هرجع للمعايير يا كابتن، نرجع للعبة ونشوف. قلنا أربع معايير في الفرصة الواضحة. ايه هي؟ ستوب، ارجع تاني من فضلك لو سمحت، سنه بقى سنه كمان. بس هنا قلنا اربع معايير كابتن علاء مهمين جدا. قلنا الاتجاه العام، الاتجاه العام هنا موجود ولا مش موجود متوفر؟ الاتجاه العام اللي هو موجود ما بين الحاله والمرمى. المخالفه اللي تم ارتكابها هنا المخالفه بنتكلم على تمركز المدافعين، يمكن ما فيش اخر مدافع ما كانش يقدر ان هو يعدي شريف، ما كانش موجود اللي هو حارس المرمى. بنتكلم ايضا في السيطره، وهنا كان في سيطره مهمه جدا جدا. بحيي امين في هذا القرار، قرار صعب جدا جدا، ولكن هو لم يعود للفار والفار اكد قراره. هنا بيقول الحكم شخصيه الحكم في هذه الحالات لابد انك انت لا تتاخر، لان انت خدت اللقطه ديت اللي هي الاولانيه. لو انت استنيت تاني ممكن تتردد في بطاقه حمراء او صفر. صحيح. فبحيي امين عمر ان هو اشهر بطاقه حمراء، ودي فرصه واضحه. نشوف الحارس عامل ايه كابتن. هو خرج خارج منطقه الجزاء. انا عندي لقطه مهمه جدا جدا، وهنا بالايدين الاثنين نشوف. اتفضل نمشي 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 نمشي. هنا بالايدين الاثنين خد الكره، حتى الراجل ما اعترضش. هنا قرار بشيد بيه بامين عمر في هذه الحاله. نمر ونروح الحاله اللي بعد كده، نشوف الحاله دي مهمه جدا. وهنا كان هناك هدف تم تسجيله والحكم حسب اللي هو البساطي المساعد رقم واحد حسب الهدف كابتن علاء. كابتن علاء، ولكن هنا الفار، نشوف الفار هنا احتسب تسلل. هنا لحظه التمرير، هنا بنشوف لاعب النادي الاهلي بيمرر بالراس. هنا كهربا في موقف تسلل، لعبه واضحه جدا جدا. وهنا بحيي الفار، هنا حاله تسلل واضحه جدا جدا. لحظه التمرير اللاعب النادي الاهلي اقرب الى مرمى الخصوم من اخر ثاني مدافع اللي موجود، وبالتالي هنا الهدف كان الفار تدخله كان تدخل سليم. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، نشوف ستوب ستوب. شوف الإشارة، شوف الشخصية، شوف القرار، شوف مفيش تردد. هو واقف مكانه، من مكانه بيشاور بإيديه، واخد القرار. أنت معايا كابتن أيمن؟ مظبوط. بركلة جزاء، حالة من الحالات المهمة جدا جدا. بحيي فيها حسين الشحات تحية طبعا. لو رجعنا للكرة نشوف، نرجع تاني نشوف ستوب.
بس هذه الحاله كابتن حسين الشحات عمل ايه؟ كابتن حسين هو عارف كويس قوي قوي ان محمد ابراهيم هيحط رجليه. مظبوط. لبسه بنت. لا ما لبسوش. لا. هو عارف ان محمد ابراهيم هيحط الكوره. أيوة لو ما نجحش في لعب الكوره هياخد مين؟ بنت. هياخد بلانت. مظبوط. اذا حسين الشحات ان عنده توقع وقراءه عاليه جدا جدا طبعًا. ان هو عمل سبرنت طبعًا. اكتر أيوة. عشان يوصل قبل. صح. محمد ابراهيم. عشان كده بنقولها في الكوره. ان هو عارف ان هو هيعمل كده فلبسه بنالتي بحركته فده توقع مهم جدا جدا من حسين الشحات ان هو ايه اللعبه دي لعبه مهمه جدا 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 ان هو راح قبليه يحط جسمه اي لمسه بعد كده كابتن احمد هنا ركله جزاء واضحه جدا جدا بحي امير عمر لم يتردد فيها وبالتالي هنا ركله جزاء واضحه لحسين الشحات شوف هنا الهدف هل هناك تسلل طبعا هنا شايف هاني عبد الفتاح المتميز دايما تمركز ولا اروع من كده من هنا عبد الفتاح نشوف هنا لاعب النادي الاهلي هنا سليم وبالتالي بيمرر بتصطدم في القدم وبيتم تسجيل منها هدف وهدف صحيح. الحاله اللي بعد كده ستوب هنا في مخالفه. لاعب النادي الاهلي النهارده اللاعب طالع ومخالفه هي الدفع وبالتالي هنا شوف امير نمشي ونشوف التوقع وقلنا دايما سبرنت بيجري 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 ادى تحت الفرصه وادى الافضليه وده حكم متوقع. وبعدين خالص يرجع تاني يبقى هنا انا بحيي امين ليه؟ انه ما وقفش اللعبه وبالتالي خلى اللعبه تواصل لمصلحه الفريق اللي هو تم ارتكاب ضده المخالفه. تمام؟ بشكل عام بنقول تاني ان الست مرات الجايين يا كابتن عادل مهمين جدا جدا. ومش عيب ان انا اكرر الحكام بحيي طبعا لجنه الحكام على تعيينها طاقم التحكيم بالكامل طاقم التحكيم الدولي هناك اخطاء لم تؤثر في نتيجه المباراه. نتمنى التوفيق لحكامنا وتوفيق لجنه الحكام واخيرا بقول مبروك للنادي الاهلي ومزيد من الانتصارات في المباريات القادمه بشكرك كابتن ايمن.